فاش يلا اتصلتي بيا كنتي قلتي لي كيشهد الله سبحانه وتعالى انني كنت كنحسبو راجلي، يعني كنت نتوما على اساس زواج الفاتحه. حيت عارفه اختي، عارفه خالتي، الاب ديالي كذلك. شنو هذا؟ ماشي زواج؟ كنتو درتو خطبه؟ كنتو درتو عشاء؟ ايه عادي، داكشي لان قال لي انا ما باغي ندير حتى شي حاجه باش ما نضرش بخدمتي. قال لي انا باغي داكشي نديرو عادي، حيت الا ضريت بخدمتي غتضيعي انت وغنضيع حتى انا. هذا هو السبب اللي خلاني انا نبقى ساكته وصابره على هادشي كامل. لا حقوق لا والو، سيري قال لي احسن ما نديوك بالفساد. قلت لها سيدي شديني بالفساد، انا ما درت حتى شي حاجه، انا كنطلب غير حقوق جوج الوليدات، ولا ما تقتوش بيا ديروا لي تحاليل. تسنيت على دوك الوراق وقالوا لي خرجي ما نعاودش نشوفوك هنايا، ولا مشيتي لعاود ديك القشله غنوريوك شنو غادي نديروا لك. صافي رجعت في حالاتي. يا جراب عليا قالوا لي احنا ما عندنا ما نديروا لك، ديروا المحكمه. المحكمه ما نصفتنيش حتى هي، كما ما نصفتنيش. وهو كيتلاقى معايا وتيقول لي راه ما عندك ما تصوري مني، راه ندير لي وقف معايا. عاود داروا لي انا في مشكل رفض الطلب، فاش عاود مشيت عند المحاميه اللي دات لي رزقي الله ياخذ فيها الحق، دات لي رزقي كامل، مشيت انا طوالي غير الناس المحسنين باش يوقفوا مع هاد الوليدات. نصبت عليا ودات لي فلوسي، فتالي قالت لي انا ما عندي ما ندير لك، تنطالب من الله ومن سيدنا ومن المحسنين ومن سي الحموشي يوقف معايا وياخذ لي حق هاد الوليدات من بامس. فالحل الاخر ديالك هو انك تجمعي الفلوس ديال لاضيين باش تعاودي ترفعي به دعوه. باش نعاود نرفع دعوه وندير لهم زوج الفوريقات ديالهم بلاضيين. انا ما عنديش مين يجيب فلوس لاضيين، انا كنطلب من الله ومن المحسنين ومن سي الحموشي يوقفوا معايا في حق هاد الوليدات. مرحبا متابعينا الكرام، اليوم كنحطوا الرحال بمدينه سلا وبالضبط في حي سيدي موسى. اليوم غادي تشوفوا معنا القصه ديال الاخت فاتحه اللي طاحت ضحيه زواج بدون عقد. فالاخت فاتحه غادي تحدث لنا على القصه الكامله ديالها، كيفاش حتى التقات بواحد الجندي اللي توعدها بالزواج لكن بعد ما ولدت معاه جوج ديال الاطفال انكرها. الاخت فاتحه دعات الزوج ديالها في المحكمه لكن طلبوا ليها تحاليل ديال الادين، لكن الكلفه ديالها ما عندهاش. فنخليكم مع الاخت فاتحه. الاخت فاتحه مرحبا بك معنا اليوم على اشواق تي في، ونبغيك تحكي لنا القصه الكامله ديالك، كيفاش حتى تلاقيتي مع الزوج ديالك اللي دابا نكرك في الابناء ديالك. واخا سيدي، انا كنت لقيت معاه في مدينه بركان، لان انا كنت خدمت تما في الصنديقه. فاش تلاقيت معاه صدفه بقينا كنتلاقى انا وياه، فاش بقيت كنتلاقى انا وياه قال لي انتيا ديال الزواج وديال الدار، انا بغيت نديرك في داري، ولكن غادي تصبري معايا حتى نكمل 5 سنين ديالي. انا قلت ليه واخا وغادي ندير لك انت هو عائلتي كامله، لان انا ما عنديش الام ديالي. 5 سنين ديالاش؟ ديال السربيس باش ياخذ تروزيتاسيون ديال العسكر او البوليس. ديال العسكر باش ياخذ تروزيتاسيون باش يدير بيا انا العقد. قال لي انا بغيت ندير اي حاجه قانونيه، ما بغيتش ندير شي حاجه خارجه على القانون، ولكن ما بغيتش شي حد يعرف باش ما نضرش في خدمتي. صافي انا داكشي اللي بقيت بغاديه بان انا ما بغيتش ندير شي حاجه باش ما يتهو ما يضرش في خدمته، بقيت معاه على هذا الاساس. فاش حملت بملاك قال لي صافي، قال لي راه ما بقى والو، قال لي ما بقى والو غادي نكملها ان شاء الله. صافي بقينا هكاك، منين نكملها قال لي راه انا دافع، ولكن راه كيديروا عليا شي بحث، حيت الضروري خاصهم يديروا عليا بحث باش يعطوني الموافقه ديال الزواج. حملت بعمر قال لي صافي مكتب الله هو هذا، صافي حملتي به ما عندنا ما نديرو خليه، راه انا نتحمل المسؤوليه ديالي. بقيت يوم غدا يوم غدا، فاش سولته اخر مره قال لي انا لقيت محسن منك واللي في جهدك ديريه. مشيت درت دعوه في المحكمه، دعوه في المحكمه طلبوني باش ندير محامي، درت سيدي محامي. فاش درت محامي، فاش درت محامي داروا لي رفض طلب. انا ما عرفتش درت، ما عرفتش علاش داروا لي رفض طلب، يعني عدم الاختصاص. واحد السيده شافتني في المحكمه تلمكي قالت لي مالك، قلت لها شنو شنو، شافت لي واحد السيد محامي الله يجازيهم بالخير دار لي استئناف. طلعت المحكمة ديال السيناء نفس المشكل،
داروا لي في الطلب هو تيضحك قال لي كيت كنتي انا راه عندي اللي وقف معايا انا راه جندي عسكري قال لي انت ما عندك ما تصوري ما عندك حتى شي حاجه قال لي انا راه خدام معاهم ما غاديش يسمحوا فيا ويديوها فيك انتيا طلعت لعندهم القشله باش نشكي بهادشي اللي انا فيه جابوا لي البوليس وما خلونيش نحكي بداكشي اللي عندي جابوا لي البوليس وهزوني داوني للكوميساريه انا ولادي هادشي قلتي لنا يمكن نهار مشيتي عندو القشله اه احكي لينا على داك النهار بالضبط شنو طرا النهار اللي طرا سيدي مشيت للقشله على اساس هما غيحكموا بالعدل بيني وبين داك السيد طلعت لعندهم قلت لهم عافاك انا بغيت داك اللي في الباب قلت لهم انا بغيت نشوف شي مسؤول هنا نهضر معاه عندي مشكل مع واحد العسكري ما بغاش يعترف ليا بوليداتي انا بغيت عافاكم نهضر مع شي مسؤول قالوا لي تسناي شي ساعه وانا واقفه في الباب خرج عندي واحد قال لي انا ما مشيتيش من هنايا غادي نتهمك باتهام خطير سيري حيدي قال لي انت غير كلبه كتجي من الزنقه بقيت قلت له انا ما غنحيدش من هنا لما تكلمش مع شي واحد ما جيت فين بقى واقفه شي شويه تحس بالصطافه جات وقفت عليا انا ولادي هزوني القشله في الى مدينه هو الى بلاصه فاس في ظهر المهراز في الجليس صافي زوني بوز قالوا لي انت يا ما كنتي ما عندك لا حقوق لا والو سيري قال لي حسن ما نديوك بالفساد قلت له سيدي شديني بالفساد انا ما درت حتى شي حاجه انا كنطلب غير حقوق جوج الوليدات ولا ما تقتوش بيا ديروا لي تحاليل ولا قلتوني كنكذب حكموا عليا باش ما بغيتو صافي عطوني شي ورق انا ما قاريهش ما عمري في حياتي ما قريت سنيت على دوك الوراق وقالوا لي خرجي منعاودش نشوفوك هنايا ولا مشيتي تعاود ديك القشله غنوريوك شنو غادي نديروا لك صافي رجعت في حالاتي عاودت عاوتاني مشيت لسوات على راسي قالوا خصك هي تعاودي الدعوه عاوتاني دعوه اخرى واخا الا سمحتي لينا قلتي لنا فاش اعتقلوك جاو عندك للدار تما القشله اعتقلوني يعني اعتقلوك في ديك البلاصه نيت ديك البلاصه نيت فاس في ظهر المهراس في الجليز تما عاوتاني هبطت سيدي من تما قبل ما نعاود دعوه ديال المحكمه مشيت حدا حسان مؤسسه ديال محمد الخامس حكيت لهم بظروفي قالوا لي مساكن حنا يا بنتي ما كرهناش نعاونك وانما حنا عين المرات المعنئه المرات اللي كتكون مزوجه بالراجل بالوراق اللي تكون تعنفها راجلها هما اللي تنوقفوا معاهم ومختصين فقط في قضايا العنف ضد النساء قالوا لي ولكن انت غنديروا معك حل واحد وغنوقفوا معك عتمشي لفاس حنا غنعيطوا لواحد الكونونر في مصالح الاجتماعيه خارجه على القشله قلت لهم واخا الله يجزيكم بخير هما مساكن اللي عطوني اصلين باش ركبت وباش طلعت ابتي مع الفجر شديت الكار وطلعت تسعود لقاتني تما دخلت عندها بقيت كنوريها وثائق باش كيصيفط لي الماندا وفوتوكوبيت المينيتر ديالو قالت لي راه ما كتكذبيش عليه فاش قالت لي حنا غنعيطوا عليه غادي يجي وصدق من عيطوا ما عيطوا ما جاش هوايا جات غير قبطانه وواحد سيد اخر معاها ما عرفتوش شكون هو هاد قبطانه انا عارفه سميتها ولكن الا بغيتي نذكرها بغيتي نذكرها ما نذكرهاش جات خرجوني انا من داك البيرو وبقاو هما شي ساعه هما تيهضروا في التليفون فاش دخلوني قالت لي حنا ما عندنا ما نديروا لك سيري للمحكمه ومنين خرجت ديك القبطانه قلت لها شوفي قلت لها راك يالله وباقي الله قلت لها ما ديريش بوجهي انا ديري بهاد جوج اليتامه اللي مساكن ضايعين ديري وليداتك فمشيتي انت وياهم مع الفجر وديتيهم معاك ماشي بوحدك لا تندي معايا ولادي ورغم ذلك ما رحموهمش وما رحمونيش حتى انايا جراو عليا قالوا لي حنا ما عندنا ما نديرو لك غير المحكمه ما نصفطنيش حتى هي المحكمه ما نصفطنيش عاوتاني شد دعوه اخرى الدعوه القضائيه ديالك في الى محكمه ديال الرباط او سلا او ندير انا باب خميس ديال سلا وفاش ترفضت لي الملف داك السيد كيما قلت لك داروا لي 60 في طلعت الجنائيه ديال الرباط وهو كيتلاقى معايا وتقول لي راه ما عندك ما تصوري مني راه ندير لي وقف معايا عاود داروا لي نفس مشكل رفض الطلب عاود درت دعوه واحده اخرى هنايا نيت في باب خميس وداروا لي ارساليه لفاس انا علاش يدوا لي ارساليه لفاس فاش عاود مشيت عند المحاميه اللي دات لي رزقي الله ياخذ فيها الحق دات لي رزقي كامل مشيت انا طوالي غير الناس المحسنين باش يوقفوا مع هاد الوليدات نصبت عليا ودات لي فلوسي فتالي قالت لي انا ما عندي ما ندير لك ما كتظنش بانه كان متفق معاها اه كلشي ممكن اسيدي لانه كنعرفوا في الدومين ديال المحاماه كنشوفوا مجموعه ديال الناس كيرشيو المحامي باش يوقف معاهم اه انا كلشي ممكن كلشي نتوقعوا منهم مادام دات لي الفلوس اللي عطاو لي غير المحسنين باش ندير لي هاد الوريقات وبالتالي دات لي 60 راه ما يجمعها غير الفم 60 عطاو لي الناس باش ندير بها الوريقات وداتها لي راه كلشي عندي هنايا كلشي عندي هنايا فسالي قالت لك داروا لك الفاز سيري شوفي منين دبر على ستين اخرى وجيبيها لي انا منين عجب لي مال ستين انا باقيه تما ناكل انا ولادي دابا انا كنطالب من الله ومن سيدنا ومن المحسنين ومن سي الحموشي يوقف معايا
يغني يحقى الوليدات من باهم سبع محمد. فالحل الاخر ديالك هو انك تجمعي الفلوس ديال لادين باش عاودي ترفعي به دعوه. باش نعاود نرفع دعوه ونريهم زوج الفوريقات ديالهم بلا دي ان. انا ما عنديش مين يجيب فلوس لادي ان، انا كنطلب من الله ومن المحسنين ومن سي الحموش يوقفوا معايا في حق هاد الوليدات. لادين ديالك حاليا شحال الثمن ديالها؟ غالية بزاف، ولكن ما عارفاش بالضبط شحال، ولكن هي راه غالية بزاف حيت عندي انا جوج الوليدات. يعني تقدر تكون كتراوح بين 4000 حتى 5000 درهم. شحال 4000 5000 درهم؟ 80000 ريال 100000 ريال فوق. حتى لذاك الثمن وكثر حيت عندي جوج الوليدات. فاش يلاه اتصلتي بيا كنتي قلتي لي كيشهد الله سبحانه وتعالى انني كنت كنحسبو راجلي، يعني كنتو نتوما على اساس زواج الفاتحه. حيت عارفه اختي، عارفه خالتي، الاب ديالي كذلك. شنو هذا؟ ماشي زواج؟ كنتو درتو خطبه؟ كنتو درتو عشاء؟ ايه عادي، داكشي لان قال لي انا ما باغي ندير حتى شي حاجه باش ما نضرش بخدمتي. قال لي انا باغي داكشي نديرو عادي حيت الا ضريت بخدمتي غتضيعي انت وغنضيع حتى انا. هذا هو السبب اللي خلاني انا نبقى ساكته وصابره على هادشي كامل. كنتي قلتي لي بانه تيقول الناس بانه كان كيجيبك من البار. في المحكمه تيقولها، تقول انا كنجيبها غير من البار، تنعرفهاش. ملي يسولو قالوا لي منين جبتي هاد الوثائق ديال البوسطه وهاد منين لاكارت ديالك اللي كتولد بيه، تيقول انا ما عرفتش منين جابته، ما كان سرقاتو ليا، والبوسطه كانت كتبقى فيا وكنصيفط لها في سبيل الله. واش انا بان عليا حاله البار؟ قلت انا كنمشي للبار ما غاديش اصليا نوصل لهاد المشاكل، والحمد لله انا ما كنمشي لا للبار لا والو. عايشه في طريق الله سبحانه وتعالى، ولكن هاد الوليدات انا ما بغيتهمش يضيعوا، بغيت حقهم يبان، بغيت حقهم يبان. كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى انه يسخر لك المحسنين اللي يجمعوا لك التكلفه ديال الدين. الى شافتني الام ديالو محجوبه بنت محمد والاب ديالو محمد الحفيان يشوفوا في وجه هاد الوليدات ويهضروا مع ولدهم ويرجع يدير لهم وريقاتهم، وانا ما باغا منه والو، باغا منه غير وريقات، ما باغا لا يتزوج بيا ولا ينفق عليا ولا حتى شي حاجه، باغا منه غير وريقات. هادشي اللي كنطلب، وكنطلب من الله ومن المحسنين باش يشوفوا فيا وفي هاد الوليدات ويعاونوني عليهم ويدير لهم وريقاتهم. صافي هادشي اللي باغا. متشبئين الكرام، كنتوا مع قصه فتيحه، فكنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يسخر لها المحسنين اللي يساعدوها في التكلفه ديال الدين باش تم الاثبات ديال النسب ديال هاد الاطفال. كنتم مع فهد عجيل من مدينه الرباط، والى حلقه اخرى ان شاء الله. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.